دلوقتي مشاهدينا معادنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل بمشيئة المولى عز وجل النهاردة، وكمان الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيحتفل قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بذكرى نصر العاشر من رمضان على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وده هيكون ضمن الليلة السابعة لبرنامج هل هلالك، وهيتم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة اللي شاركوا في حرب أكتوبر، وأيضاً مجموعة من الرموز الفنية اللي أثرت الوجدان بأعمال فنية وطنية. النهاردة هيتم تنظيم قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2023 الساعة 8:30 بالليل، وتأهل لربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا فريق النادي الأهلي، وتأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية فريق بيراميدز. كمان النهاردة هتقام مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، هتجمع بين الأهلي وغزل المحلة الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت مباراة المقاولين العرب وبيراميدز ضمن منافسات الأسبوع 23 من بطولة الدوري المصري الممتاز.